مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. حلقه جديده ستات ما يعرفوش يكذبوا. يومكم هادي ونادي يا رب. منمن مساء الفل حبيبه قلبي. مها. زيك. مساء الورد. مساء الورد. مساء الخير على حضراتكم وعلى زميلاتي وعلى حضراتكم. يوم جديد ان شاء الله وكله طاقه وكله حب ومفاجات. يعني كل يوم عندنا لكم مفاجات مش يوم الاربعاء بس اخر الاسبوع ان شاء الله تعجبكم. النهارده منى عندنا كمان فقرات حلوه جدا ومختلفه جدا. خليكم متابعين ما تروحوش في حته عشان هنفاجئكم النهارده ان شاء الله. احنا النهارده عندنا كل حاجه ممكن تتخيلوها واحنا بنجتهد كل يوم عشان نعمل كده عشان يكون عندنا تنوع هادف وايجابي. شفتي تنوع هادف؟ ايوه وإيجابي؟ هادف جامده جدا. حلوه صح؟ هي العالمين الجامدين. احنا عايزين بس نبتدي كده بسؤال لذيذ شويه. ايه هو اكتر سبب ممكن يخلينا نقع في مشاكل؟ ممكن يكون اننا ما بنعرفش نعبر عن اللي جوانا صح، خاصه في المواقف الصعبه او المواقف الحساسه او المواقف الحاسمه. ممكن نتردد او نخاف حتى ما نبقاش قادرين نتكلم. ازاي نتغلب على ده وازاي اقدر اعبر عن نفسي بشكل مظبوط وايجابي في اطار ان انا ما اخسرش اللي قدامي وما اخسرش موقفي وما اخسرش نفسي. مهم جدا اول حاجه ان احنا نسمع نفسنا، نسمع صوت نفسنا الاول، لان التعبير عن الذات بيعني انك تكون عندك قدره على التواصل مع نفسك واظهار مشاعرك والتعبير عنها بصدق. حتى لو حاولت ولو ان دي حاجه مش صح انك تكذب على اللي قدامك او تزيف مشاعرك، اوعى تكذب على نفسك، اوعى تلاوع مع نفسك، اسمع صوت نفسك. وده محتاج انك تقعد مع نفسك كتير وتكون صادق مع نفسك. بيقولوا كمان العلماء من الخطوات المهمه الاعتراف بعواطفك. ده تحدي من التحديات المهمه قوي اللي لازم تقوم بيها مع نفسك قبل اي حاجه، وكويس عشان تقدر تعبر عنها. حاول ما تحسش بخجل من اي مشاعر جواك سواء غضب او حب او فرحه. صارح نفسك، انت بتحبي انسان؟ على فكره انا بحبه بس في كذا وكذا وكذا، هقدر اصلحها. كلمي مع نفسك بصراحه. فرحانه بحاجه عبري عن الفرحه دي، حزينه احزني، خدي وقتك في كل حاجه. صح يا ماما؟ صح يا منى. كمان حاجه مهمه جدا او حاجه من الحاجات المساعده قوي ان انت تكتب المشاعر اللي انت حاسس بيها. يعني تكتب في اي نوته عندك، في اي ورق انت بتشيله، تكتب حاسس بايه بالظبط. واللي بيكون ليه تأثير كبير في انك لما بتدي تكتب احساسك او مشاعرك في نوتة زي ما هي جواك بالظبط، اوقات بتكون وسيلة مهمة جدا جدا عشان تتخلص من اي مشاعر حزن او اي مشاعر سلبية حاسس بيها. دكاترة النفسيين دايما بيقولوا لنا الموضوع ده، او لو حد بيسمع مثلا لاخصائي نفسي او للايف كوتش او دايما بيقول لك اهم حاجة تكتب. الكتابة نفسها بتطلع المشاعر السلبية دي طبعا. حاجة برضو من الحاجات المهمة قوي ان احنا نصارح نفسنا. احكي معاها كل المشاعر اللي بتحسها. زي كده كأنك تعمل بروفة. زي مثلا انا عندي مشاعر غضب من شخص معين او من شخصية معينة ومش قادرة ان انا اواجه الشخص ده، او شايفه ان المواجهه ممكن تكون حاده او عنيفه او ممكن تخسرني كتير او ممكن تكون قاسيه شويه على اللي قدامي. وقتها ابتدي ان انا عندنا اختراع لذيذ قوي مش ما كانش موجود زمان، ما كان موجود ريكوردر. نبتدي ان احنا نسجل فويس نوت، تسجيل صوتي، اقول فيه اللي انا حاساه بادب بالشياكه وبشكل موضوعي بدون تجني على اللي قدامي وبدون استخدام الفاظ فيها عنف، لان لازم احط نفسي دايما مطرح اللي قدامي. وبعدين ابتدي اسمعه اشوف ده هيبقى وقعه عليا انا عامل ازاي، انا هحس بايه لما اسمع الكلام ده، وساعتها بس انا هاخد القرار اذا كنت هواجه الشخص ده بالطريقه دي ولا لا. اذا حسيت الموضوع فيه عنف مبالغ فيه يبقى مفيش داعي منها، وخليني مرنه وخلي عندنا صدر رحب وخلي عندنا دايما نلتمس الاعذار للناس. لربما يكون الطرف الثاني عنده مشكله او اكون انا فاهمه غلط. تمام. وخلوا ده هو اساس علاقاتنا باللي حوالينا يا جماعه، المرونه والتماس الاعذار للناس. ده جميل جدا. صح؟ مهمه قوي دي، خطوات مهمه. بس ساعات النقطه اللي لقيتها مها ان احنا نكتب، العلماء قالوا نكتب، خبراء النفسي يعني قالوا ان احنا نكتب في ورقه. ممكن اكتب السلبيات والايجابيات في الشخص اللي قدامي، او هو يعمل كده لو هو بيخطب واحده ولا حاجه، سلبيات وايجابيات. ممكن يلاقي الايجابيات اقل بكتير والسلبيات اكتر. ياخد موقف، يعرف يتكلم كويس، يعرف يوضح المشكله فين بالظبط. ده أيوة. مهم قوي.
بس هيسيبوا بعض اكيد لو كتبنا سلبياتنا. انا لو كتبت سلبياته لا اتفضل اتفضل حضرتك سلبياتك يا استاذه. ايه سلبياتك؟ ايه مش عايزه اكمل. سلبياتها هتبقى اكتر بكتير، فيعني بلاش نكتب ايجابيات والسلبيات بتاعه الشخص الاخر. بس يعني بتساعدك على التفكير كويس قوي على فكره. لا انا بتكلم في نقطه انك تكتبي عموما مشاعرك هننفس وخلاص. طب والموقف هتعملي ايه؟ تاخدي موقف ازاي؟ موقفك هيكون ازاي مع اللي قدامك؟ لما هقعد وافكر زي ما ايمان قالت في الاول، لما هقعد مع نفسي وهقعد افكر، هكتب زي ما بنقول ندون الحاجات دي مثلا او المشاعر اكتبها. بتلاقي نفسك على فكره. انا بشوف الناس كتيرة قوي كده. بصي مش كل الناس عندها ثانية هقول لك حاجه. ناس كتيرة جدا جدا دايما تقول لك انا يعني مثلا هكتب هعمل مش عارف ايه وايه، تاخد راي ده وده وده وفي الاخر تعمل اللي في دماغها. ده انا وانا بكتب عشان افكر نفسي يعني. هو فاكره يوم كذا ابتديت اكتب كده من فتره، يوم كذا حصل كذا، يوم كذا حد ضايقني بكلمه مش عارف ايه، عشان افكر نفسي لاني بنسى. تيجي واحده صاحبتي فاكره يوم كذا سنه كذا لما حصل فيكي كذا، يا ست انا مش فاكره بتفكريني ليه؟ طب ما هو ربنا اراد انك تنسي عشان ما تشيليش من اللي قدامك. يا جماعه اللي بيشيل في نفسه هو اول واحد مضرور. واللي بيفكر ينتقم او يرد او ياخد طاره او يضايق اللي قدامه زي ما هو ضايقه، هو اول واحد عنده طاقه سلبيه، هو واحد بيتضرر من جوه على فكره. ساعات كتير التجاهل بيكون حل، ساعات كتير ان انا اشوف اللي قدامي عباره عن كومه تراب متحركه ساعات بيبقى حل، ساعات ان انا اكبر دماغي بيبقى حل. لكن لما امسك ورقه واقرر اكتب سلبيات اللي قدامي، انا كده بقيت شخص جادجمنتال جدا، انسانه ماشيه بتحكم على الناس. طب انا مين يحكم عليا؟ لا المواقف الحاسمه تعرفي تحسميها في الحاسمه. يبقى بقول لكم الموضوع كبير. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلام في الحكايه دي. لسه مكملين حلقتنا والستات ما يعرفوش يكذبوا بس بيعرفوا يضحكوا كتير قوي في الفاصل. اضحكي بيعرفوا يطبلوا وبيعرفوا يطبلوا. احنا عملنا احنا كان فاضل نمشي على الحيطه في الفاصل بس. وده جميل قوي. كل البنات والستات عايزه تعملي حاجه نفسك فيها اعمليها في بيتك. اضحكي انبسطي اعملي كل اللي نفسك فيه عشان تعيشي مبسوطه. اهم حاجه حافظي على الطفله اللي جواكي على قد ما ربنا يقدرك. صحيح. هنروح بقى لقصه الناس اللي مهتمه بالموضه. يمكن امبارح كنا احنا بنتكلم في الموضه وايه الجديد وايه الترندي في موضه الرجاله عشان ما نبقاش حارمينكم من حاجه. اهو اليومين دول في ناس بيتابعوا مهتمين جدا للي بيحصل في اسبوع الموضه في باريس، وده بيبقى الحقيقه حدث عالمي. من يومين كان في عرض ازياء غريب جدا ممكن الناس تقول عليه شويه في سنه جنان مثلا ولا حاجه، كان العرض لصيف وربيع 2023. اللي حصل في العرض ان العارضات ما كانوش لابسين الفساتين وطالعين بيها عادي، لا طلعوا على المنصة اللي بيمشوا عليها العارضات وهم شايلين الفساتين باتجاهات عكس بعض اهي قدام حضراتكم زي ما شايفينها. قوم لما الناس سألت دار الأزياء اللي عملت اللقطة دي، فدار الأزياء ردوا وقالوا ان الفكرة اننا ببساطة بنسلط الضوء على كل الاضطرابات اللي بيشهدها العالم كله، وبندعو الناس من خلال عرض الأزياء بتاعنا ان هم يكسروا المفاهيم التقليدية اللي ممكن تأثر على لبسنا وعلى أسلوب حياتنا. حتى الموضة والأزياء مش بعيدة عن اللي بيحصل في العالم من تطورات في كل المجالات على كل المستويات في كل مكان. طيب هي أنا مش فاهمة ليه بيطلعين يلبسوا على المسرح، لكن هو لو كان بتتمشى مع اللي بيحصل في العالم وتغير المناخ كنت أتمنى أنهم يعملوا ريسايكلينج من حاجات في اللبس كله أخضر، مبادرة تتحضر للأخضر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبقى العالم كله بيتحضر للأخضر، طلعوا لنا لون أخضر جميل، اعملوا حاجات من أوراق الشجر يعني في الفساتين. ده الإبداع صح ولا لا؟ انا مش معاك. فكره عبقريه. انا شايفه هلا طبعا اللي بتقوله منى فكره صح جدا يعني، لكن انا هتكلم على عرض الازياء ده بالتحديد. انا شايفه ان عرض الازياء ده فن، يعني الفن ملوش رولز ملوش قوانين، فان هم قرروا يطلعوا ماسكين المانيكانات بالفساتين وعندهم رساله من ورا ده، انا شايفاه مختلف. طالما مش حاجه يعني انا مش مع اي مختلف برضو
انا مع حاجه مختلفه طالما ما فيهاش حاجه مثلا ايه تجرح حد او حاجه مثلا غريبه قوي، لان بره برضو ليهم حاجات طاقه خالص يعني. بس بحس ان هم لو عاملين كده في الفاشن شو حاجه ارتستيك مختلفه، شايلين المانيكنز فكره تانية حلوه عالميه جدا تمشيا فكره منى حلوه قوي ان هم يعملوا لبس من الريسايكلينج مثلا علشان بيعملوا دايما نحافظ على الماتيريالز الموجوده عندنا والبيئه ملابس اللون الاخضر مثلا. طبعا احنا عملنا الشمع امبارح، برافو عليكي، ان اللون الاخضر يبقى هو معمم، وده ان احنا بندعم البيئه وبنحافظ على المناخ والكلام ده كله. طبعا دي فكره ان احنا نلبس ملابس اقتصاديه شويه، مش لازم البهرجه في اللبس او الحاجات اللي هي الغاليه او القماشه الغاليه او الحاجات المتكلفه او البراندات والبراندات يا جماعه. المساله مش مساله حاجه غاليه وبراند واصلها ماركه ولازم ابين بقى الماركه عشان ابين ده انا صارفه ومكلفه، مش كده. ممكن بابسط الحاجات، المهم ايه مع ايه وتلبس امتى وازاي، هي دي الفكره. الحاجه مش بتمنها الغالي قوي، مش بالبراند اللي مش عارفه عامل ايه واللبس اللي جاي منين. عندنا هنا في مصر حتى صناعات مصريه جميله جدا، نسوق للبساطه والسمبلسيتي في كل حاجه. سمبلسيتي از ذا بيوتي، الجمال في البساطه دايما في كل حاجه في الدنيا. طيب احنا النهارده عندنا شويه فقرات لذيذه قوي، انا مش هنطول معاكم دلوقتي عشان نلحق نستمتع الفقرات اللي جايه. عندنا طبعا اول فقره عن اعمال الخير اللي هتقدمها جمعيه البر والتقوى، هيكون ضيفنا فيها دكتور مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم الجمعيه، وهتقدمها دكتوره منى عبد الغني. ثاني فقره، ثاني فقره بعد اطلاق برنامج الاسر القويه في المناطق المتواره للتوعيه بخطر المخدرات، هنعرف اكتر عن خدمات صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي خلال الفتره اللي فاتت، والخطه الجايه مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. طبعا اخر فقره عشان بنقول لكم كنا بنطبل في الفاصل، هيبقى معانا اشهر عازف ايقاع او طبله في افراح المشاهير وفي مصر عموما وبره كمان، ليه حفلات مارين المصري اللي هنعرف قصته وازاي ان هو تخرج من الجامعه الامريكيه في كليه الاعلام و غاوي طبلة وبيحضر فيلم للطبلة، يعني في افكار جديده ده زي الجامعه الامريكيه كليه اعلام برضه. شفتي بقى هطبل معاه بقى زميل. هو ماشي ورا شغفه بخطى ثابته واثق في نفسه، فوصل بقى النهارده نجم وعنده فولورز كتير جدا وبيقدم شغل كتير حلو عشان هو صدق نفسه ومؤمن بنفسه. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يعني مش هحرمكم من حاجه، هيصه وزمبليطه ودين وكل حاجه كل حاجه. خليكم احنا السنه دي لاول مره بنشارك في معرض القاهره الدولي للكتاب بجناح المجلس القومي للمراه، سعداء جدا طبعا بالمشاركه دي. محاوله منا ان احنا نعرف اكتر الناس بخدمات المجلس. احنا هنا بنشارك لاول مره، وكدور الاداره احنا الدور التمكين الاقتصادي للمراه، احنا بالنسبه لنا احنا شغالين على التدريبات الحرفيه عامه، فاحنا بنقدم التدريبات دي للسيدات الغير قادرين على ان هم ياخدوا التدريب ده بفلوس، فاحنا بنقدم لهم الموضوع مجانا خالص من غير اي فلوس. حابين بس نعرف كل سيده مصريه بالخدمات اللي بيقدمها المكتب من ناحيه الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، ان احنا بس مش بنحصر في جزئيه معينه، وان احنا نقدر نقولها ان هي تقدر توصل لنا عن طريق الخط الساخن من انحاء الجمهوريه كلها، بالاضافه اللي هو 1515، بالاضافه لده كمان ان احنا عايزين نعرفها ان في كل محافظه بيوجد مقر المجلس القومي للمراه ويوجد كمان في مكتب الشكاوى. تدريب ان انا بعلمهم ازاي يرسموا على القماش بالالوان وبعرفهم الالوان وتركيب الالوان وطريقه نقل الرسمه على القماش نفسه. فايده ده ان كل سيده ان هي ممكن تعمل حاجه خاصه بيها، مشروع صغير ان هي تستقل بنفسها وتقدر تبقى تعمل مشروع صغير تستفيد منه هي واسرتها. يعني المراه دي مش هنقول بقى نص المجتمع زي زمان، لا ده هي المجتمع، هي الام وهي الاخت وهي الابنه وهي الحبيبه وهي الصديقه، هي الست اللي بتستحمل، هي اللي بتشتغل جنب جوزها، هي اللي بتتعلم، هي المدرسه بتاعتي اللي في المدرسه، وهي زميلتي في العمل، وهي المرأة المصرية أصلا حاجة كده من نوادر الزمن.
لسه مكملين حلقتنا والستات ما عرفوش يكذبوا. احنا دايما بنساعد في رفع شعار انت اقوى من المخدرات، انت او انت. بالمناسبه المخدرات ما بتفرقش لا راجل ولا ست ولا بنت ولا ولد ولا كبير ولا صغير ولا مستوى اجتماعي، الكل معرض للخطر ده. الشعار ده انت اقوى من المخدرات اللي قام من خلاله صندوق مكافحه وعلاج الادمان مجهود كبير وكتير حقيقي للتوعيه بمخاطر الادمان والتعاطي. الحقيقه الصندوق مش بيقدم بس مجرد حملات توعيه، لا ده بيقدم كمان عدد من البرامج المجانيه لعلاج اللي وقع من ولادنا فريسه للادمان. حملات مكبره نوعيه وجغرافية بتغطي أنحاء جمهورية مصر العربية كلها قام بها الصندوق، أهمها الحملات في المناطق اللي هي بديل العشوائيات. الكلام ده بدأ يمكن 2022 كان للصندوق تجربة تحت عنوان الأسر القوية. استهدف البرنامج ده معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للإدمان. الهدف كان القضاء على المشكلة من جذورها مش من على الوش. عن برنامج الأسر القوية وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيسعدنا يكون معانا النهاردة في الاستوديو في الستات ما عرفوش يكذبوا الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نور. دكتور عمرو بنرحب بيك وعايزة أبدأ معاك وأعرف هل غطى برنامج الأسر القوية كل المناطق حتى المناطق البديلة العشوائيات؟ الحقيقة يعني إذا كنا احنا هنتكلم على مواجهة المخدرات فبالتأكيد الأسرة هي خط الدفاع الأول لمواجهة مشكلة المخدرات، بيجي طبعا معها المدرسة والإعلام. لكن احنا بالنسبة لنا الأسرة في الفترة الحالية بندرب الأسر على الوقاية الأولية، بندرب الأسر على الاكتشاف المبكر. بدأنا برنامج الأسر القوية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكانت التجربة الأولى في المناطق المطورة بديلة العشوائيات. أيوة. وده يمكن برنامج مهم جدا للارتقاء جداً بالخصائص السكانية لأهلنا في المناطق المطورة. طبعا الدولة المصرية بتبذل جهد مهم جدا لتطوير البنية التحتية، لكن كمان الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطن عنصر مهم جدا. أيوة. فبرنامج الحماية من المخدرات والأسر القوية لمواجهة المشكلة بدأناه في 6 مناطق مطورة، ويمكن من خلال هذا البرنامج احنا نفذنا اكتر من 170 الف زياره منزليه لاهلنا في المناطق المطوره والمناطق المحيطه بها. تقريبا كل اسره تم زيارتها اكتر من 5 مرات من في اطار برنامج الاسره القويه. الجميل في اطار البرنامج ده ان اللي بينفذ البرنامج قيادات متطوعه وقيادات طبيعيه من اهلنا في المناطق المطوره، فبدانا في اعداد كوادر من اهلنا في المناطق المطوره علشان يقدروا يوصلوا الرسائل الخاصه بالوقايه والتوعيه. طب معلش عايز اسال حاجه ثانيه، لقيتوا ايه بقى؟ يعني لما نزلتوا حضرتك بتقول رقم كبير جدا 170 الف. احنا اتكلمنا مع الاسر بشكل كبير على ازاي يبقى في نكتشف بشكل مبكر، وده مهم جدا ان احنا نعرف مراحل التعاطي بشكل مبكر، ازاي دور الاسره في الوقايه الاوليه، ازاي نقدر نحمي ولادنا وبناتنا، ازاي ما يبقاش فيه ثقافه انكار لمشكله المخدرات. الحقيقه ان التفاعل كان كبير جدا، وعايز اقول لحضرتك اني استكمالا لبرنامج التوعيه كان لازم يبقى فيه خدمات علاجيه طبعا. فعملنا 6 عيادات مجتمعيه في المناطق المطوره، تردد عليها خلال العام الماضي ما يقرب من 19,000 متردد لخدمات علاج الادمان بتخدم الخط الساخن 16023. بالظبط كده، احنا عندنا 28 مركز علاجي. لكن كمان الحقيقه في اطار المناطق المطوره كنا عندنا حرص ان يعني يبقى القرب المكاني بشكل كبير داخل المناطق المطوره، يبقى عندنا عيادات بتقدم خدمات العلاج وخدمات التاهيل وخدمات المتابعه. فالعيادات الحقيقه حصل تفاعل كبير جدا عليها. 19,000 متردد خلال سنه بالنسبه لنا ده رقم مهم جدا، لان في كمان مبدا الحفاظ على السريه ده طبعا مهم جدا عندكم. خليني اقول لك ان التسميه الاسر القويه جايه من فكره ان الاسر زي ما حضرتك قلت بتواجه بتتكلم بتقنع المريض عندها ان هو يتعالج عشان نقضي على الحكايه دي. الاول كانت الناس بتستخبى وتتكسف تقول عندها حد يعني ان هو مدمن او كده، فبحييكوا على التسميه دي، اسم على مسمى فعلا. في مده زمنيه يا دكتور عمرو للخطه اللي انتوا حاطينها؟ احنا الحقيقه هو برنامج مستدام، يعني هو جزء اساسي من تدخلات صندوق مكافحه وعلاج الادمان في المناطق المطوره. صحيح احنا بدانا الاول في حي الاسمرات،
كتجربة رائدة، وتوسعنا على مستوى 6 مناطق مطورة، لكن كمان في 2023 هيحصل مضاعفة بشكل كبير وفقا لنتائج البرنامج. الحقيقة يعني نتائج مبشرة جدا ان احنا نتوسع في المناطق المطورة على مستوى الجمهورية، وده اللي احنا بنسعى اليه خلال الفترة الحالية. طيب عايزين طبعا احنا بنشوف مع حضراتكم على الهواء دلوقتي، وكمان حضرتك بتتابع معانا دي مراكز علاج الادمان الموجوده ومنتشره في محافظات جمهوريه مصر العربيه كلها بلا استثناء، اعتقد في تغطيه كامله، لكن انا عايز اعرف مين اللي اكثر عرضه، البنات ولا الشباب، الرجاله ولا الستات، الكبار ولا الصغيرين، اني مناطق بالظبط اللي ظهر فيها حالات ادمان كثيره، وهل الادمان لسه بمفهومه القديم اللي هو عباره عن شويه الحاجات المعروفه حتى اللي بتذكر في الافلام السينما وفي المسلسلات، ولا بقى في انواع وانماط جديده عشان تتناسب مع كل الفئات الاجتماعيه؟ كل واحد على قد فلوسه. دكتور عمرو بيضحك عشان السؤال ايه؟ سؤال محتاج رساله دكتوراه. طبعا يعني سؤال مركب جدا، لكن هحاول ان انا يعني ارد عليه بشكل سريع. اولا احنا دلوقتي حصل تطوير كبير جدا في البنيه التحتيه لمراكز علاج الادمان. احنا كنا في 2014 كنا 12 مركز علاجي على مستوى يعني حوالي 7 محافظات، احنا دلوقتي وصلنا ل 28 مركز علاجي في 17 محافظه. كمان يمكن خلال 2023 عندنا حوالي 8 مراكز علاجيه هتدخل خدمات علاج الادمان خلال الفتره القادمه، واحنا مش بس بنقدم الخدمه بشكل سري ولكن الخدمه مجانا. ومصر من الدول القليله جدا اللي حريصه انها بتقدم خدمات علاج الادمان مجانا. هو مكلف جدا على فكره، الاسر بتعاني يعني مكلف جدا، ولكن لو راحوا مكان خاص ولا كده. صحيح، هو اهم حاجه اعتقد يعني بتهم الاسر هو السريه. صحيح. المجانيه والمتابعه والجوده طبعًا والمتابعه بعد كده، يعني ما سيبوش في نص الطريق. فكره المتابعه انا بشكر حضرتك حقيقه على الموضوع ده، لان احنا يعني الادمان مرض مزمن قابل للانتكاسه لو ما حصلش متابعه. صحيح. بشكل مستمر، فاحنا بنتابع على مستوى النفسي وعلى مستوى كمان ان احنا بدانا نعمل برامج للتمكين الاقتصادي للمتعافين من الادمان. النهارده دلوقتي المتعافي احنا بندربه على حرفه بيحتاجها سوق العمل. خلال الفتره الماضيه احنا مدربين اكتر من 12,000 متعافي على حرف بيحتاجها سوق العمل. كل مراكز علاج الادمان اللي حضرتك شايفاها دي بتتم بسواعد المتعافين من الادمان، هم اللي بيعملوها بعد لما يعني تم تدريبهم على المهن زي النجاره والمهن المتنوعه، بقوا هم اللي بيساهموا في تأفيث هذه الاماكن. في نفس الوقت بقينا بندي قروض لدعم المشروعات الصغيره للمتعافين من الادمان، وده بيرتقي بشكل كبير بجوده حياتهم وبيحد من الانتكاسه بشكل كبير. ارجع بقى لسؤال حضرتك المركب، الفئات الاكثر عرضه للمشكله. الإناث ابتدت تدخل في النسبة بشكل كبير. ما نفتكرش أن مشكلة المخدرات هي مشكلة ذكورية بس، أو نفتكر أن مشكلة المخدرات بتمس فئة اجتماعية معينة أو فئة اقتصادية معينة، هي بتضرب كل الفئات بدون أي تمييز. إحنا النهاردة بنتكلم على 6% من اللي بيتقدموا للعلاج من فئة الإناث، وده بالنسبة لي رقم يعني مقلق شوية، لأن إحنا بيجي لنا تقريبا في السنة 150 و 160 ألف متردد في السنة، فلما نتكلم على 6% من فئة الإناث يعني لا، هنا ده ناقوس خطر. ولو إن برضو في نفس الوقت إحنا يمكن طورنا الأقسام الخاصة بعلاج الفتيات، وده بيشجع الفتيات إن هم يتقدمنا للعلاج بشكل كبير. في نفس الوقت الفئات الأكثر عرضة للمشكلة بالتأكيد، يمكن إذا كنا هنتكلم على فئات من ناحية المهن، ففئة السائقين وفئة الحرفيين ومن أكتر الفئات اللي عرضة للمشكلة بشكل كبير. في نفس الوقت بالنسبة للفئات العمرية، أكتر فئة عمرية بتبتدي فيها مرحلة التعاطي هي الفئة العمرية من 15 ل 25 سنة، فدي الفئة اللي احنا بالظبط كده اللي احنا محتاجين ان احنا نركز بشكل قوي جدا في عملية التوعية والوقاية على هذه الفئة العمرية. في نفس الوقت في عندنا جرس انذار اخر وهو تدني سن التعاطي بشكل كبير، وده محتاج كمان ان احنا دايما بنجري ونكافح ان يبقى في تطوير لادوات الوقايه. واحنا بالمناسبه الفصل الدراسي القادم احنا نازلين في 6,000 مدرسه للوقايه من المخدرات، واكثر من
2500 مركز شباب، ودي الحقيقه يعني الوقايه لا غنى عنها. صحيح. لان صحيح الدوله المصريه بتستثمر في مراكز علاج الادمان، ولكن المواجهه الحقيقيه يجب ان تبدا بالوقايه والاسر القويه اللي احنا بدانا بيها. دكتور عمرو، عايزه اسال حضرتك حاجه، يعني والله عايزه اسالك كذا حاجه، موضوع مهم جدا. بس بلاش سؤال مركب برضه عشان لا عايزه مثلا ابسط الموضوع شويه على المشاهدين او الناس اللي بتتفرج علينا. حضرتك قلت من سن 15 لسن 25، ده سن خطر جدا جدا. انتوا بتعملوا ايه، او ازاي مثلا حد في بيت شخص دخل في الادمان تعرف منين؟ ازاي الام تراقب ابنها بشكل اولا بسيط؟ احنا يعني الفئه دي بنعمل لها ايه للوقايه والاكتشاف المبكر دور الاسره يبقى ايه؟ هذه الفئه احنا في الفتره الحاليه احنا بنشتغل. اولا احنا عندنا 32,000 شاب متطوع معانا، الحقيقه ليهم دور مهم جدا ولازم اشكرهم على يعني تكرسهم لوقتهم وجهدهم للوقايه من المخدرات. الحقيقه يعني شباب بيبذل تبرع وتطوع يعني متطوعين. وغير المتعافين كمان بيساعدوكم طبعا كده؟ غير المتعافين لكن كمان الشباب المتطوع على مستوى الجامعات وعلى مستوى يعني المدارس، الحقيقه دورهم اكتر من رائع. في نفس الوقت احنا بنطور المناهج التعليميه في الفتره الحاليه، بنتعقب الشباب في كل الدوائر اللي بيتحركوا فيها. يعني عندنا تواصل مع وزارة الشباب والرياضة ان كل معسكرات وزارة الشباب يبقى فيها مكون عن المخدرات. النهارده معرض الكتاب احنا متواجدين بكثافة، عندنا جناح لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بالقضية. بنطور المناهج التعليميه مع وزاره التربيه والتعليم. اجل صلاح حضرتك دي عايزه وقفه. ازاي الام تراقب ابنها، ازاي تعرف؟ صحيح. ازاي الام؟ الحقيقه انا لازم يبقى في مجموعه كده من العلامات السلوكيه اللي بالنسبه لي تبقى جرس انذار مهم جدا، زي اولا العزله، العصبيه، تغير الاصدقاء. من اي سنه؟ من 15 برضو؟ انا محتاج كمان اللي انا ارصد حتى كمان من بدايه من 12 سنه. انا عاده بيحصل يعني التعاطي بيبتدي من 15، لكن كمان الحقيقه في بعض الحالات بتكون كمان اقل من كده بشكل كبير. محتاج ان الاسره ما تنكرش، يعني في بعض الاسر بيتهيأ لها ان مشكله المخدرات لا يمكن تمس ابنها او لا يمكن تمس بنتها، وبالتالي ثقافه الانكار بتخليهم ما يشوفوش تغيرات السلوك زي ما انا بقول، العزله والعصبيه والنوم الكتير، عدم الوقت التركيز الحاجات بتضيع بس عايزه اقول لك حاجه، الوقت ده انا اسفه اني قطعت حضرتك، بس عايزه اقول حاجه برضو انا شايفاها مهمه جدا. الوقت ده بقى فيه كتير جدا اطفال او في سن 15 سنه بيتجهوا المخدرات، والقصه بتبدا مثلا بالايه، السيجاره العاديه او الفيب او الانواع الكتيره من السجاير اللي هي بالكهرباء دي. طيب ده سؤال مهم جدا. خليني اقول حضرتك ان التدخين في سن مبكر ده من ضمن علامات الخطوره بالنسبه لنا بشكل كبير. كمان ولازم نقول ان، وبرضه هرجع بقى لسؤال الاستاذه ايمان، فكره تغير استاذ ايمان بقى، وسؤالي كمان عن موضوع العزله وكنت حكيت هتكمل وانا عارفه ان انا قطعتك، بس عشان لا التغير نمط كتير. المخدرات في الفتره الحاليه ما بيخليش الـ يعني الشخص بيمر بمراحل التجربه والتعاطي والادمان المتعارف عليها. بقت فكره الدخول لعالم الادمان بقى سريع جدا. النهارده دلوقتي الحشيش بقى دخل فيه مواد كيميائيه وصناعيه بتخلي الشخص يدخل في سكه المخدرات بشكل سريع. وبالمناسبه احنا حوالي 50% من اللي بيتقدموا للعلاج عندهم ادمان حشيش، وبالتالي الحشيش هو ادمان 1,000,000%. كمان المخدرات الصناعيه في الفتره الحاليه بقت في غايه الخطوره، والواحد بيدخل في الزحليقه بشكل سريع. المخدرات الصناعيه زي البيلز والحاجات دي، زي الشابو والفود وما الى ذلك، وبيدخل الحقيقه بتعمل اعتماديه بشكل سريع جدا، مش مراحل تجربه وبعد كده ادخل في تعاطي وبعد شويه ادخل في ادمان، لا ما بيحصلش الكلام ده. نفس الوقت الحقيقه المخدرات التخليقيه هي بالمناسبه عايز اقول ان 26% من المتقدمين للعلاج في 2022 عندهم ادمان مخدرات تخليقيه، يعني ربع العدد تقريبا. بالظبط كده، زي الشابو والاستروكس وما الى ذلك. وهي بالظبط، وهي مرتبطه بالجريمه المجتمعيه. ليه مرتبطه بالجريمه المجتمعيه؟ لانها بتزود، ودي مهمه جدا الاسره تعرفها، بتزود الاجريشن، بتزود السلوك العدواني، لانها بالظبط كده، لانها ميتا أمفيتامين، هي منشطة. في نفس الوقت بتعمل
هلاوس، هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه. تخيل حضرتك السلوك العدواني وبعد كده بيحصل هلاوس سمعيه وبصريه، وبتخلي الواحد يرتكب الجريمه بدم بارد، وفي بعض الاحيان بيكون الواحد فخور بجريمته. انا هرجع لجريمه هزت مصر من كام شهر، كانت حادثه الاسماعيليه، شفنا قد ايه الجاني يعني مثل بجثه المجني عليه، ويمكن قطع راسه وابتدى ان هو بيزهو بجريمته، مش واعي لان المخدر التخليقي كان يعني زود له السلوك العدواني بشكل كبير، عمل له هلاوس وخلاه يفتخر بجريمته وان هو يرتكبها بدم بارد. ارجع لسؤال حضرتك، العلامات الخاصه بالاكتشاف المبكر، استاذه منى الحقيقه يعني برضو كمان قالت لنا مجموعه من العلامات. طبعا فكرة العزلة والعصبية وتغير الاهتمامات، تغير عاداتنا في النوم، تغير الأكل، تدهور مستوى التحصيل الدراسي أو الأداء في العمل، فكرة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، فكرة كمان وجود حالات سرقة داخل البيت، الكذب المستمر، المراوغة بشكل مستمر، بيبيع في حاجات لو طبعًا عنده حاجة بيبيعها كلام بالظبط. كل دي الحقيقة علامات بتخلينا لا النهاردة لازم نقف ولازم يبقى في مواجهة حقيقية، خصوصا ان حوالي 60% من مرضى الادمان عايشين مع الاب والام، فده بيقول لنا ان التواجد هو تواجد جسدي اكتر ما هو تواجد فيه احتواء وفي وقايه وفي المام يعني علامات الاكتشاف المبكر بشكل كبير. ارجع تاني لاهم نقطه وبعدها مره تانيه، مشكلتك الحقيقيه الانكار. احنا بنقعد مع اسر ابنها او بنتها بقالهم 10 سنين بيشربوا مخدرات وحالهم متبدل ويعني الموضوع واضح جدا، لكن الاسر بتنكر، تقول لك انا لا يمكن ابني او بنتي يقع في مشكله لسه المخدرات. لسه لغايه دلوقتي 2023 بيقولوا كده، بيقع طبعًا فيها ناس طبعًا كتير والاسر كتير فيها. حضرتك زي ما قلت على جميع المستويات مش الفقير او الغني بس. احنا بنشكركم، انتوا عاملين مجهود كبير جدا جدا يعني، يعني شايفين الارقام بتقل الحمد لله، ما فيش مش بتزيد في مصر. عايزه ارجع للنقطه حضرتك قلت بيتردد على المعرض وبالمقارنه بعدد سكان مصر يا منى، المقارنه طبعا يعتبر رقم ضئيل جدا اذا قارناه بالعالم. احنا حاليا يمكن نسب التعاطي في مصر هي كانت 10%، هي دلوقتي 5.9%، المعدل العالمي حوالي 5.5%. نسبة الإدمان في مصر كانت 3.3%، بتكلم في 2014، دلوقتي هي تقريبا 2.4%، هي برضو بتتماشى مع بتتماشى مع يعني المعدلات العالمية، ولكن ما زال أمامنا تحديات كبيرة جدا. المخدرات بتضرب العالم كله بشكل كبير، انا بعتبرها يعني تداعيات مشكله المخدرات لا تقل ابدا عن تداعيات خطر الارهاب. كنت عايزه اسال حضرتك عن المعرض الكتاب، وبيتردد عليه من ربع مليون تقريبا من الشباب يوميا، بتعملوا ايه يعني؟ انت شايفه ان مع وزاره الشباب والرياضه ومع وزاره التضامن ومع التعليم كمان، وفي المعرض بتعملوا ايه؟ احنا شغالين مع 11 وزاره معنيه ما شاء الله في عملية الوقاية الحقيقة. طبعا المعرض بالنسبة لنا مهم جدا، لأن أولا إحنا بنستثمر وجود الأطفال وبنستثمر وجود رواد من الشباب علشان يبقى في عندنا جناح لصندوق مكافحة الإدمان. حلو فعلا، في أطفال كمان كتير بالظبط. إحنا كمان الميزة اللي إحنا ما بنعملش ندوات وسرد للمعلومات، لا هي كلها أنشطة، فيها أنشطة أدبية وأنشطة فنية ويعني مسرح بنعمله بشكل مبسط جدا للأطفال وألعاب تفاعلية للأطفال داخل فيها توعية وقصص طبعا بتوصل الرسالة تحت الجلد كده زي ما بنقول، بطريقة فيها تفاعل وبطريقة فيها جزء إبداع، والطفل كمان بيشترك إن هو بيوصل للمعلومة من خلال الألعاب اللي بيقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. ده مش بس الحقيقة موجود في معرض الكتاب، لكن احنا بنحاول نتعقب الأطفال والشباب في كل الدوائر اللي بيتحركوا فيها. حاسس إنه لما يترسخ ثوابت في ذهن الأطفال من صغرهم بيطلع هو فاهم ان ده خطر وفاهم هتاخده لفين وهتوديه لفين. هي المشكله الاكبر يا دكتور ان في ناس ممكن الصحاب بينهم وبين بعض، خد دي يا ابني دي مش مخدرات، دي ما فيهاش ادمان، من اول الحشيش للفودو للايس للاستروكس للكلام ده كله، فهو بياخدها على اساس ان هو يقدر يبطل في اي وقت، فدي هنا بيبقى عندنا مشكله. اما هو ان الفاس وقعت في الراس وحصل اللي حصل، بيبقى في انا بشوف بره مصر بيحصل حاجه اسمها سبوت تشيك على المؤسسات على السواقين في الهيئات وجوه مصر دلوقتي كمان احنا عندنا ده في مصر بيحصل. طب ازاي بيحصل؟ طيب الاول يعني الحقيقه يعني احنا بدانا الكشف على المخدرات في الجهاز الاداري للدوله من 2019، احنا كشفنا على اكثر من 650 ألف موظف في الجهاز الاداري للدوله من 2019
لغايه دلوقتي. وفي دلوقتي قانون بقى بينظم يعني عمليه الكشف، وفي تعاون كبير جدا مع كل الوزارات المعنيه. لما نزلنا في 2019 كانت نسبه التعاطي 8%، دلوقتي نسبه التعاطي بقت حوالي 6% في الجهاز الاداري للدوله، لان الحقيقه حصل يعني تكثيف جدا في الحملات في المرافق الحيويه والمرافق اللي بتمس حياه المواطنين وايضا المرافق الخدميه. كمان سائقي الحافلات المدرسيه، بدانا حملات مهمه جدا من 2017 وكانت النسبه بالنسبه لنا تخض 12% من سواقين المدارس كانوا بيتعاطوا مواد مخدره. النسبه قلت في الفتره الحاليه لاقل من 1%. كمان بقى في تفاعل من جانب الاسر، بقى النهارده اسر كتيره جدا امهات بترفع سماعه التليفون وتتصل على 16023 الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان عشان يقولوا والله احنا بنشتبه في تعاطي المخدرات بالنسبه لسائق الحافله المدرسيه، وبنعمل الحقيقه كشف بشكل مستمر بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم وزاره الصحه وزاره الداخليه على سائقي الحافلات المدرسيه. طب دكتور عمرو، انت عندكم كمان شغل مع حياه كريمه، ايه شكل التعاون اللي هي قريه بلا ادمان صح؟ احنا واحنا بنتكلم دلوقتي عندنا معسكر كبير جدا مع يعني مؤسسه حياه كريمه، وعندنا حوالي 150 يعني متطوع بندربهم علشان يوعوا داخل قرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه. بالمناسبه احنا على مدار 2022 نزلنا 750 قريه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يعني تحت شعار قرية بلا إدمان. وبنعتمد بشكل كبير على القيادات المتطوعة داخل هذه القرى. نفس الفلسفة اللي احنا بنعملها في المناطق المطورة هي كمان بنعملها في مبادرة قرية بلا إدمان. السنة اللي فاتت بشاير الخير في اسكندرية، وفي السيدة رودة السيدة، صحيح، حدائق اكتوبر والاسمرات واهالينا في كل حته على فكره، مش بس الاسمرات يعني، لا احنا يعني قلنا كنموذج كده بالظبط بالظبط. وحي الضواحي بورسعيد إيه النهارده للستات اللي شايفين حضرتك؟ الاول انا امهات طبعا الاول لازم نقول للامهات صاحبوا اولادكم، تحميهم من المخدرات، لان بجد الصداقه مع الاولاد هي بدايه الوقايه من المخدرات. لكن كمان لازم نقول للشباب لا لاول مره، لان المخدرات رحلتها قصيره قوي ما تسافرهاش، بلاش اجرب لا لاول مره، ده شعار حلو قوي. ومفيش حاجه اسمها ده ما فيهوش ادمان ولا ده مش مخدرات، لا هو كله مخدرات. انا بيقول لك الحشيش ما فيهوش ادمان وتلاقيه بياخد حشيش مثلا بقى له 25 سنه. طب حضرتك مدمن يا فندم. وبعدين انا زي ما انا اشرت ان حوالي 50% من اللي تقدموا للعلاج السنه اللي فاتت عندهم مشكله على الاعتماديه لمخدر الحشيش. كمان مخدر الحشيش حصل فيه تطوير كبير جدا، ان دخل فيه مواد كيميائيه في الفتره الحاليه بتخليه الاعتماديه تزيد جدا. طب ممكن اسال حضرتك حاجه برضو للامهات؟ يعني كلنا عندنا اولاد فبنبقى قلقانين جدا يعني. لما بتبداوا مثلا الخطوه الاولانيه مع ان خلاص بيثبت ان في مريض في البيت او في شخص مدمن في البيت، ايه المراحل بقى اللي يعني لما بيجوا لكم او بيجوا يعني يلجأوا ليكم؟ ايه المراحل بقى اللي بيعدوا بيها؟ بتعملوا ايه؟ هل الطفل ده او هل الشاب ده بيجي بيبقى موجود مثلا في مصحه، ولا ده بيبقى علاجه في البيت؟ الموضوع بيتم ازاي؟ اولا لازم الاسره الحقيقه تواجه الابن بعد لما يعني حصل انها عرفت ان هو بيتعاطى مواد مخدره، لازم تقول للابن او البنت احنا معاك وفي ظهرك، بس مش هنسمح ان انت تكمل في طريق المخدرات. هنقدر نساعدك ونقدر اللي احنا يعني نوفر لك الخدمه العلاجيه. الحقيقه 16023 بيقدم كمان المشوره، مش بس خدمه العلاج، لكن كمان الاسره تقدر تتصل 16023. للناس اللي بتسمعنا اهو الرقم موجود معانا على الشاشه، على مدار ال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع بنقدم خدمه المشوره، وكمان بنقدر نقدم خدمه العلاج. فكرة ان هو الإقامة في المركز العلاجي او ان هو يتعالج من خلال العيادات الخارجية، ده بيبقى وفقا لتقييم الحالة، وبيبقى الأطباء الحقيقة بيقيموا الحالة. بس بشكل كبير احنا ابتدى نرصد فكرة التشخيص المزدوج اللي هو ارتباط المخدر بالأمراض النفسية. الحالات دي الحقيقة دايما بتحتاج حجز، دي حاجة مهمة جدا بالزبط. نقطة مهمة قوي، وبتحتاج تعاطف في الأسرة زي ما حضرتك قلت بالزبط. هو مش حاجة هرميها، في ناس بترمي أولادها وتقول لها اطلعوا في الشارع أنا مش مسؤول، وبتزعل وبتغضب، لا،
في احتضان، في تعاطف، في احنا معاك وفي ظهرك، وانه اي فرد من فاقد السيطره طبعا. صحيح. وانه اي فرد من افراد الاسره معرض لده، سواء الشباب الصغيرين او المراهقين، او ممكن كمان زوجها تحس ان زوجها معاملته ليها اتغيرت، بقى عصبي، بقى بيسيب البيت كتير. فهنا في الحاله دي الزوجه دي تعمل ايه، وخصوصا انه هنا عائل الاسره او رب الاسره بقى عنده مشكله ان هو بقى مدمن من غير ما يشعر؟ طبعا يمكن. الحالات كتيره جدا، لكن انا دايما بنصح بالتواصل مع 16023، لان احنا كيس باي كيس بالظبط، بنقدر اللي احنا او حاله بحاله بنقدر اللي احنا نوفر خدمه المشوره. فحتى لو الست حست ان الزوج عنده مشكله، تتصلي على الرقم الساخن ده، وهم يقدروا ان هم يساعدوكي، او على الاقل يقدموا لك نصيحه، يقولوا لك تعملي ايه. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور عمرو عثمان، مساعد وزيره التضامن ومدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان، نورتنا. وان شاء الله نتابع مع حضرتك دايما الجديد، واحنا موجودين معاكم بكره ان شاء الله في المعسكر عشان نتابع الخطوات على ارض الواقع. شرف لينا. شكرا يا فندم، نورتنا. اهلا، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل يلا بقى نكمل فقراتنا. ايه يا ست وانا، ست وانا، انا ايه يا ست وانا، ست وانا، انا قلبي برضو ام بفرة، ملكك وانتي حرة، عصري عصير قلبي كن متراية ناشفة، بس فيها نفرة بتحب بضمير، قلبك بطيخة صيفي قرعة، بختي وجيب قرعة والبطيخ كتير، قلبي انا نفسه رايح دايخ داي رايح من كتر التفكير، يعني مارين اللي شفتوه دلوقتي هو درس إعلام، لكن فجأة كده فجأة وقع في غرام وفي حب الإيقاع. هو مبتكر الطبلة شو في الأفراح، وعلى السوشيال ميديا سموه صاحب الأصابع الذهبية. يمكن الطبلة من أكتر الآلات اللي هي بتتأثر إيقاعاتها بشخصية اللي بيدق عليها، مش هقول بيعزف لأن هي دقة الطبلة مش عزف. ده اللي حصل فعلا مع مارين. ضفنا أضاف لإيقاعات الطبلة بتاعته أبعاد جديدة، أوزان جديدة، تيمة جديدة، رتم جديد، زي ما الطبلة أضافت ليه كمان شهرة، فهي علاقة رايحة جاية بينه وبين الطبلة. معانا في استوديو ستات معرفوش يكذبوا حالا دلوقتي، زي ما شفتوا كده مارين المصري، هو عازف الطبلة العالمي، وهنسمع منه دلوقتي إيه هي حكايته مع الإيقاع. ساب الإعلام وراح للطبلة ليه، وناوي يرجع تاني، وإيه الحكاية، وأسئلة كتيرة قوي. أولا منورنا، ربنا يخليكي، ميرسي قوي. أهلا بيك يا مارين، منورنا. وزي ما قالت إيمان يعني من كلية الإعلام AUC، وقعت في غرام الطبلة، إيه السبب وإمتى؟ يا جماعه هو حد ما بيحبش الطبلة؟ الطبلة جداً. دي لذيذة قوي، بس ما بيحترفهاش بقى، انت داخل كده في احتراف.
ايوه لا حبيتها جدا 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 من وانا صغير. ولما لقيت ان هي عجباني قوي قلت انا ممكن اجرب اعمل بيها حاجه اكسترا شويه. اول مره بقى عملت ايه في الجامعه ولا في رحلات ولا؟ لا وانا صغير خالص في المدرسه. من زمان قوي بعمل الموضوع ده، وبعدين فكرت ازاي ممكن اعمله كبزنس او كحاجه حتى ابدا ابسط بيها الناس بس بشكل مختلف شويه. أيوة. الاسره ما شدتش في شعرها؟ يعني شدوا شد. يعني درست شدو. حاجه وهتروح لحاجه؟ الحقيقه هم جدي شجعني، جدي كان مدرس رسم زمان. الله. ففنان بقى ويحب الفن وبتاع، ونزل معايا العتبه وشارع محمد علي وجبنا طبله وزمان خالص، وحتى اتعلم بقى على اليوتيوب والحاجات الحلوه دي. طب ايه اللي خلاك انت دلوقتي اي يو سي وجامعه امريكيه قسم اعلام عملت كارير شيفت خرافي؟ يعني انت غيرت الكارير بتاعك بشكل خرافي، خدت القرار ده امتى وليه؟ ما خفتش كمان؟ يعني انت دلوقتي خريج اعلام يعني جامعه امريكيه. ايوه يعني اكيد ده في حاجات كتيره دارت في دماغك وعندك في الاسره في البيت، وكلمنا بقى عن الرحله دي. هو الحقيقه ما عملتش كارير شيفت ولا اي حاجه خالص، انا لسه بشتغل في التصوير، بشتغل تصوير واخراج. ده الصبح، بالليل بتاعي انا بقى بشتغل بقى في الحاجات الحلوه دي، فشغال عادي وبحب الاثنين جدا. حلو. كم حد وقف قدامك وقال لك لا وما ينفعش وركز في شغلك والكلام ده؟ يعني جدك ساعدك ونزل معاك وراح معاك المشوار، كم حد بقى خوفك كسر مقاديفك يعني؟ اكيد كتير. كل الناس كل الناس بصراحه. صحابك كمان؟ صحابي القريبين قوي لا كانوا اللي هو ايه ساكتين جايين معاك. عادي عادي. خلاص، لا هنقول له ولا هنقول له لا عشان ما يزعلش مننا. بالظبط. بس بعد كده الموضوع لما كبر قوي وبقى الناس بتحبه وانا بحبه جدا، يعني يا جماعه مش عارف باين ولا لا، انا مستمتع جدا وانا بلعب. ايوه باين طبعا. بلعب على طول مستمتع. اول فرح بقى لاصحابك رائعه. أيوة. يعني انت مش بس حسيتك بتعزف، حسيت في طاقه في الاستوديو، عارف عملت لنا ايه؟ ايجابيه كده حقيقي فجاه. احنا هنستمتع دلوقتي، بس عايزه اعرف اول فرح كان حد من اصحابك المشاهير دخلت فاجئته وعملت له سربرايز؟ اول فرح بصي، اول انا ما كنتش عارف ازاي اخش افراح، يعني هعمل ايه؟ فكنت ابتديت كده افكر شويه، لقيت نفسي انا هروح قلت ادخل اوتيل واروح اقول للدي جي انا جاي تبع العريس، واقول للعريس انا جاي لك مفاجاه من الدي جي. لا لا لا، يعني لو كنت عارف ده ولا عارف ده. بس هي فكره. عايز اتمرن، فتمرنت في الافراح في الناس. لا السكسي جامد بقى. يلا بقى انت مسمي الطبله اسم؟ لا تحبي تسميها لانتي؟ لا انا سميها في الفاصل بقى. لا بس طب هي بتزعل وبتفرح؟ بس ده هسمعهولك لما نرجع. لما نرجع من ايه؟ من الفاصل؟ لا انا مش هطلع فاصل، انا عايز اسمع دلوقتي. في الاخر في الاخر. هو ايه غزلتك مش رايقه ولا ايه؟ يلا. ولا الغزاله رايقه؟ ايوه الغزاله رايقه. يلا. I'm not afraid to die.
العالمية عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية كراميلا ده ابني يا كريم بجد عشان بقول كراميلا مبسوط انبسطت قوي لما قلنا جدا طبعا انا شايفه اسمك على الطبله دي ام دي مارين ده اللوجو بتاعي فعلا مارين المصري معموله لك مخصوص مظبوط في مصر ولا بره ممكن تبقى لا هنا 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 في مصر يعني ممكن اخد الطبله دي واجري بقى بتاعت ام مها يعني مش لازم مارين ايه اشهر الاماكن اللي ممكن نجيب منها طبله حلو بعدين ده صدف حقيقي ده صدف حقيقي ده بلو ماذر اوف بيرل صدف ازرق حاجه جميله ده غالي على فكره وحقيقي يعني الطبله دي بالزبط. غاليه جدا بس شكلها جميله شكلها وتراثيه جدا فين الاماكن الحلوه اللي نجيب منها طبله الطبله بتتجاب من اماكن كتير بس اللي عايزه تجيب طبله بروفيشنال يعني هو ايه الفرق بين دي ودي العتبه محمد علي بالظبط شارع محمد طبعا علي. دي اسمها 6 مسمار تكون صغيره شويه وخفيفه عشان اقدر البسها في الحزام والعب وانا واقف ودي اسمها سنباطي بتكون الاكبر شويه ف وفي دهله طبعا أحلى اكبر واكبر الدهله دي بالظبط كبيره قوي معاك بقى مارين دلوقتي عايزه اسالك عن حاجتين في نقطتين مهمين في حياتك حصلوا ايوه طبعا الهضبه عمرو دياب وطبعا المغني الجميل الرائع كلنا بنحبه برضو تامر حسني ايوه ممكن بقى تكلمنا على الاكسبيرينس دي او التجربه مع تامر حسني ومع عمرو دياب كانت يعني انا مش محتاجه اقول لكم حاجه يا جماعه كنت مع تامر ازاي؟ تامر حسني وعمرو دياب يعني كنت هبكي ايوه حصلت ازاي تامر حصل الاول هو كنت عامل تراك على اغنيه من بتوعه فاخده حطه عنده على السوشيال ميديا وقال انت رائع انت مطلوب لحفله من حفلاتي اولا بنحييه لان هو دايما مجدد جميل وجميل وروحه شابه دايما بيحب يشجع الناس كلها دايما جدا يعني. جدا رائع هو بصراحه هو اللي بان بقى انت اتخضيت لما لقيت تامر أيوة. إيه ده؟ مدعوك لاول حفل ورحت كان سوكسي جامد كانت فين كانت في اي يو سي كانت في الجامعه الامريكيه والهضبه وعمرو دياب كان في دبي لسه كان من اسبوع برضو الله. المنظمين الحفله تواصلوا معانا على طول عمرو شاف الحاجات اسمها تعزف طبله ولا دق طبله ولا تلعب طبله تلعب طبله طب نفسك تلعب طبله مع مين هو
في حاجه ولو انت عديت خلاص يعني انت الهضبه وتامر حسني والله يا جماعه. بس مين مثلا من سواء في مصر او في العالم العربي او يمكن يعني بره خالص؟ حسين الجسمي. انا لسه هقول لك انا انت عملت الرطبه جميله جدا كنت متخيله يعني تطلع معاك. ايوه ايوه جميل صح. يلا احنا بندعو حسين الجسمي هو الحفله الجايه يبقى معاك مارين المصري ان شاء الله. من فضلك يا ريت. طب طب انت بتعمل بتعمل بعد لذيذ قوي وانت بتلعب الطبله. اه دي حفلتك مع تامر حسني. الله بص الجمال والبهجه. انت عامل حاله يا مارين. انت مش بس قاعد بتلعب طبله ده انت بترقص وبتتنطط وبتتعفرت وبتعمل شو طبله شو ودي بالزبط. جديده يعني انا ما شفتهاش كتير الحقيقه. الاهم اللي بهتم بيه دلوقتي هو العرض او البرفورمانس اكتر من عزف الاله. عزف الاله خلاص يعني الناس كلها بتعرف. في ناس كتير بتعرف تعزف بس انت عملت لك ايدنتيتي او يعني هويه لطريقه. انا عايزه اعرف بتشتغل على ده ازاي يعني بتتمرن ايروبكس؟ انا شايفاك كانك بتلعب في الجيم او في ايروبكس. في اللياقه دي بتعملها ازاي؟ مش اللياقه ولا حاجه يعني بتفرج على الناس بره بيعملوا ايه. بتفرج على فن العرض بيكون ازاي وفن ان انا اخطف عين الشخص اللي بيتفرج عليا او بيسمعني فخليه بيسمعني وبيتفرج عليا وبيحس باللي انا بحس بيه. توافق حركي بالزبط. عضلي كده مع دماغك ومخك والطبله كل ما بعد والله بقعد اتمرن في الافراح يعني وانا جوه الفرح بقعد اتمرن بعمل حركه جديده تنفع. الحركه دي حلوه الناس حبتها هكملها في الافراح اللي بعد كده. كويس. طب بمناسبه بقى حسين الجسمي ولقيت الطبطبه. الله يلا يلا, يلا. ايوه يلا عايزين نلاقيها الطبطبه دي فعلا. اللي يلاقيها يبعت لوكيشن على طول. مالي وقرب بالوريد حد تتشخص جنود بيقولوا انا بك مريض اتاري كل بحب فيك بات منك وبقيت مزاج اتلحق بقى دي في ايديك ما انت في رؤاك
جماعه ذوق معاك هنا. نعم مش عايزه الكرسي ده على فكره، انا مكاني معاك. مش عايزين تغيروا الشغل ده وتيجوا تنزلوا معايا؟ انا مكاني معاك والله. بص انا عايزه اقول لك على حاجه، الطبله دي وصفه بجد وعلاج صحيح. الواحد يبقى قاعد مكتوم وحاطط هم على قلبه كله. اول ما يسمع الطبله تبص تلاقي في حاجه كده. لا لا عارفه لسه كانت بتقول لي ايه قبل الفاصل. أيوة. قولي لسه بقول لك ايه، هي الطبله بتشيل الستريس؟ قلت لها ايوه. ده حقيقي. بتعمل دوشه برضه. هي مثقفه. بص قالتها لك ازاي بتشيل الستريس. لا هي علاج ووصفه. علاج ووصفه. لا لا انا اخدت قرارات جديده بعد الموضوع ده على فكره في حياتي. ان انت بذلت مجهودات عظيمه استمتع على طول. انا خلاص هتعلم استمتع على طول بقى. لسه تعالى دلعك ولسه معانا يعني. ايوه لسه حاجات جايه كتير، شايل لنا حاجات حلوه كتير. احنا انا عايزه اسالك على حاجه دلوقتي. هل في الطبله بتتكلم يعني ساعات هي بتفرض عليك جمله معينه او بتفرض عليك حاله معينه ساعات فبتروح معاها؟ لا ده انا اقول لك على حاجه، يا ريت. الطبله ممكن تقول حاجات. ازاي يعني؟ يعني ليها لغه. اه ممكن مثلا ايه؟ احنا طبعا بنشكرك عشان لو طلعت باي حاجه كده في الختام خلاص كلها دقايق وبنقفل البرنامج النهارده بدري سامحونا مفيش مطبخ. صح يا ايمان؟ اه هو بس هو هيورينا كام جمله وبعد كده نبقى ناخد وشكر. يلا بينا. طبله زي ما بقول لكم مثلا ممكن ايه، ممكن تكون الطبله لسه صاحيه فبتتاو وبتعمل كده. هي كده بتتاو. كده بتتاو لسه صاحيه. صباح الفل. ماشي. ممكن بعد كده ايه، الطبله نازله الشغل فهي دلوقتي بتنجز نفسها عشان مستعجله فتعمل بتجري 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 عايزه تلبس وتنزل دلوقتي. وبعد كده وصلت الشغل ومتاخره شويه فالمدير زعق معاها مثلا. فهي زعلت. ايوه انا اسفه انا اسفه. دي مهمه انا اتعلمها دي. دي موسيقى تصويريه بقى بما انك بتحضر فيلم الطبالين يعني. مبروك طبعا. شكرا. خلصته ولا لسه؟ لسه 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 بتكتب فيه. لسه حاجات كده جايه لقدام هنتكلم عليها بعدين. ان شاء الله. ان شاء الله. وبعد كده عندنا مثلا الطبله بعد كده رجعت كلمت خطيبتها في التليفون فانشكحت شويه فتعمل صدق ماشي يا دي الفرحه. تحس انها مشيت ست يعني تدلع يعني. ايوه خطيبها. خطيبها. كلمت خطيبها. ايه تاني؟ بس وبعد كده جالها خبر وحش في التليفون ف ايوه اتضايقت شويه. هنعمل ايه؟ تفكر هنعمل ايه دلوقتي؟ وبس ودخلت تنام و خلاص كده. تصبح على خير. مارين المصري انت نورتنا وامتعتنا واسعدتنا وابهجتنا وصحصحتنا بجد. عملت لنا حاله كده في الاستوديو يمكن لو تشوفوا الناس يا جماعه ورا الكاميرات كل الناس موجوده عايزه تيجي تسمع. فهي الطبله دي فيها مغناطيس بتشد الناس بتفرفشهم فرفشه وهي طريقه حقيقيه للعلاج. اسمعوا طبله كتير يا جماعه عشان تنبسطوا او تعلموا كمان على ونتعلم وكل حاجه ليه لا. اكيد انت نورتنا يا مارين بجد. مبسوطين بيك جدا جدا وبالتوفيق في الفيلم اللي جاي ومع الهضبه وان شاء الله وتامر حسني طبعا وان شاء الله مع حسين الجسمي قريب ان شاء الله. شكرا ليك. احنا كده خلصنا حلقتنا النهارده. شكرا يا منمن. شكرا يا مها. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده بكره. والستات ما يعرفوش يكذبوا.